بتنظيم من أخوية كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك بمرج الحمام ونعور بعمان، وبحضور عدد من المهتمين، أقيمت في كنيسة النبي الياس للروم الكاثوليك بمرج الحمام ندوة حوارية بعنوان قانون الأحوال الشخصية للكنائس المسيحية بين المرجو والمنظور. شارك بها كل من النائب عن المقعد المسيحي الأستاذ قيس زيدين والمحامي يعقوب الفار، وقد أدار جلسات الحوار الإرشمندريت الدكتور بسام شحتيت بحضور كاهن الرعية الأب جورج شرايحة وجمع كبير من سيدات الأخويات المسيحية في الأردن وبعض النشطاء في الشأن المحلي، حيث تناول المحاضرون الجوانب السياسية والقانونية والدينية لقانون الأحوال الشخصية لكنائس المسيحية. وقد أعرب المتحدثون عن أمالهم بإقرار مشروع القانون الجديد وموافقة رؤساء الكنائس عليه تمهيداً لطرحه على مجلس النواب. طرح الموضوع من جوانب مختلفة، من الجانب القانوني وأيضاً من الجانب السياسي وأيضاً من الجانب الديني واللاهوتي، وهذا الموضوع طرح المواضيع الرئيسية اليوم تجديد قوانين الأحوال الشخصية في الأردن، وتم تسليط الضوء على قانون التبني وقانون الإرث، وتم مشاركة من كافة الأطراف، ومهم جدا طرح هذا الموضوع والتوعية القانونية للشعب وأيضا للمؤمنين. وهذا الموضوع نتأمل أنه في المستقبل أن يتم إقرار القانون الجديد وبموافقة رؤساء الطوائف الكنسية، وأيضا في طرحه على مجلس النواب ورئاسة الوزراء وأخذ موافقة عليه. شكرا لنور سات لتغطيتها هذا اليوم وهذا اللقاء، ونتمنى دائما أن يكون هناك لقاءات توعوية. اليوم كان في جلسة جميلة بهذه الكنيسة، تحدثنا عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وتحدثنا بالتحديد على موضوع قانون الإرث، حيث أننا كنا وما زلنا وسنبقى داعمين للمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، ومن ضمنها قانون الإرث اليوم الذي نحث وندعو رؤساء الكنائس بأن ينتهوا منه سريعا حتى نستطيع عرضه على مجلس النواب وتطبيقه، ويكون هناك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في هذا القانون. هذا ما نطمح له وهذا ما نحاول أن نقوم به. شكرا.